ولا كلمة. قومي. ليش بلغتي عني؟ مش أنا، أنا كنت جاي أشوفك، بس شفت حدا عم بيراقبنا، حذرتك ورجعت. سهير، من غير لف ودوران، مين قتل نرمين؟ سالم الشوفير اللي عندكم. وسالم شو مصلحته؟ عشان يضل يبتز أمك وياخد منها مصاري، وآخر مبلغ أخده 250,000 علشان يعطيك إياها لأن بدك تسافر. صدقني كل كلمة حكيتها صح، وإذا بدك بسمعك من سالم، هيو عندي مربوط في المستودع. أرجوك ابعد هذا عني. قومي. حاضر. أهلا حضرة الضابط، كيف صارت حالته؟ طمني دكتور. إن شاء الله خير. ست سهير، أرجوك أنت لازم تساعدينا. فارس عنده أعداء، مين له مصلحة يقتله؟ دكتور أنا بدي أشوف ابني. معلش لو سمحتي، حالته الصحية هلا ما بتسمح، والزيارة ممنوعة. أشوف الغالي بعيني تفدى أيامي وسنيني، أنا مجروح من جرح بدينا يداويني. I'm not afraid.
طمني يا دكتور. كل شيء تمام. أي صحي بتقدر تشوفيه. شكرا. فارس، 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 دكتور، وين أبي؟ وين أبي؟ شو عملت فيه؟ هيثم بيك أنا صدقاً ما بعرف وين راح. لما صحي أنا كنت موجود عنده بالغرفة، طلعت مشان أنادي أمه أنها تطمن عليه، رجعنا ما كانش موجود. يا سواري جاوبيني، وين ممكن ألاقيه؟ يعني وين الأماكن اللي بروح لها؟ سالم قتل ابني. يا سهير، سالم قتلني أنا كمان، بس إذا ما لقيناه ما رح نقدر نعمل إشي. ركزي معي بترجاكي، يعني أكيد بتعرف هو ممكن يكون متخبي. فكري عشان فارس يرجع لك. سالم عنده مفتاح بيتي القديم. عندك نسخة منه؟ ها عندي. قومي جيبيها بسرعة. ماما، معقول خالي يسوي هيك؟ والله ما أدري إيش صاير له. شلون هذه البنية لعبت بعقله ودمرت حياتها شي؟ المهم يا بعد قلبي، أنتي شخبارك؟ إيش سويتي بغيبتي؟ ولا إشي، زي ما تركتيني. خليني أنا حبيبتي أقوم أنام وإنتي خلصي أمورك وارتاحي. إيه تراني وايد تعبانة. تصبحي على خير. وإنتي من هلا. هي يا أمي، أقول لك ياب هالفيلا مالتهم تقعد مكان خالتي هتون، ومو ببعيدة بعد باكر يكتب الفيلا بكبرها باسمها. أقول لك شيء، الشيء اللي ما تقدر تكسره صاحبه. تخسي، أنا أصاحب وحدة مثل هذه؟ هذا اللي قاصر والله. ما علي يا أمي، أنتي لازم تصاحبيها هي، لأن الحل والربط بدين شمس. لازم تتقربي لها وتزوريها علشان نعرف نيتها من الداخل شكايل. يعني شو نيتها بتكون؟ سودة مثل قلبها. بعدين صراحة أنا مالي خلق لا أزورها ولا أبغي أشوف رقعت وجهها حتى. هذا أبو فهد وبيت أبو فهد صار لك. إيش تبين توصلين لبعد يا شمس؟ بيني وبينك ما في حساب يا ابو فهد،
وانت عارف بس هاي فلوس ناس ومواعيد تسليم مواعيد انشاء. طيب يا سيدي حاضر مثل ما بدك بس استنى خبر منك. يلا مع السلامة. شو حكى؟ بيقول إجراءات بنكية بس أنا مش مطمن، حاسس إنه كلامه هيك فيه مراوغة. يعني ممكن يغير رأيه؟ ما بقدر، العقد فيه شرط جزائي بنخرب بيته فيه.